هستعرض موضوع مهم اللي هو موضوع تكتل النحل أمام الخلايا. والحقيقة من الأسئلة التي يسأل عنها النحال، لماذا يتكتل النحل أمام الخلايا بأعداد كبيرة؟ طبعا الكلام ده رغم عدم وجود تطريد، يعني المتعارف عليه أن الخلايا التي تميل إلى التطريد أو التي تستعد لعملية التطريد أو التي تتعرض إلى هجوم، يعني نحل يهجم على نحل آخر، بيلاحظ فيها أن وجود عدد كبير من النحل خارج الخلايا، خارج باب الخلية. فظاهرة التكتل دي بيكون لها عدد من الأسباب. شوف الأسباب ديت، السبب الأول بيتعلق بالعبء الحراري داخل الخلية. إذا كانت الأجواء حارة وفي عبء حراري على الخلايا، بتلجأ بعض الشغالات إلى الخروج خارج الخلية لتقليل هذا العبء الحراري، وده بيحدث بشكل رئيسي في عند ارتفاع حرارة الجو. ده نلاحظه في الفترة اللي بتكون فيها الأجواء حارة، وبالتالي خروج بعض الشغالات بيدي حيز للتهوية داخل الخلية وبيقلل من العبء الحراري. السبب الآخر لعملية التكتل التخلص من الرطوبة العالية. الرطوبة إذا زادت عن الحد المطلوب وأصبح جو الخلية مشبع، دي في حد ذاتها مشكلة. فقد تلجأ بعض الشغالات إذا يعني كانت الأجواء مناسبة إلى الخروج خارج باب الخلية والتجمع أمامها، وده بيدي يعني ده بيلاحظ بشكل أساسي أثناء فترة الليل وعند في أوقات الشبورة أو ارتفاع الرطوبة حول الخلايا. بيلاحظ هذه الظاهرة إن بتتكتل بعض الشغالات خارج الخلية، وبالتالي منطقة المنحل لها دور في الظاهرة دي برضه. يعني لو المنطقة مشبعة بالرطوبة أو بجوار مجاري مائية أو قنوات مائية، قد تسبب في تكتل النحل خارج الخلية. طبعا الرطوبة العالية أكثر من 95% داخل الخلية أمر غير مطلوب لتربية الحضنة وللنحل. برضو عملية التزاحم بتاع النحل داخل الخلية بينشأ عنه أحيانا ارتفاع مستويات من ثاني أكسيد الكربون بجانب بخار الماء اللي هو الناتج عن التنفس، وبالتالي بتلجأ بعض الشغالات للخروج خارج الخلية لتقليل هذا الإجهاد وتقليل مستوى الرطوبة وثاني أكسيد الكربون بداخل الخلية. كل حاجة لها حدود معينة مثلى داخل الخلية. وبالتالي من ضمن الأسباب برضو الأخرى لخروج النحل هو تقليل ثاني أكسيد الكربون. يعني لو حدث زيادة في ثاني أكسيد الكربون داخل الخلايا، بتلجأ بعض الشغالات إلى التكتل خارجيا حفاظا على حياة الطائفة. شوف هنا عملية التكتل في خلية مزدحمة. طبعا بيزداد التكتل كلما كانت الخلية مزدحمة ومعرضة لإجهاد معين. في عملية التكتل أحيانا بتكون الخلايا برضو يعني قوتها متوسطة وليست شديدة القوة، ولكن نتيجة العبء الحراري أو زيادة الرطوبة أو ثاني أكسيد الكربون داخل الخلية لسبب ما يؤدي إلى وجود تكتل بسيط خارج الخلايا. فالتغلب على هذه الظاهرة بيتمثل في وجود حيز جيد للنحل داخل الخلايا، يعني برضو القضاء على الازدحام وتظليل الخلايا
وتقليل الإجهاد الواقع على النحل والتهوية الجيدة تعتبر من الأمور الهامة لتقليل التكتل. وممكن عملية التقسيم، يعني لو خلايا شديدة الازدحام ممكن تقسيم هذه الخلايا يقلل من التكتل. بنلاحظ برضو ان يعني التكتل ليس ظاهرة ضارة، يعني حدوث التكتل وخاصة اذا لا يوجد تطريد. يعني المهم في الموضوع ان الخلايا لا تكون على وشك التطريد، اما لو حدث تكتل نتيجة لسبب اخر فدي برضو ما بيكونش يعني ظاهرة خطيرة، لان النحال ممكن يحسن التهوية او يحسن مكان الخلية فيقضي على هذه الظاهرة. لكن في حالة التطريد لابد من إجراءات أخرى وإجراءات تمنع عملية التطريد. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.